إنه وحش الحلويات، كائن يتغذى على كل أنواع الحلويات ولا يردعه شيء في سبيل الحصول على حاجته من السكر يومياً. هذا النوع من الكائنات لا يقيم أي اعتبار لمشاعر الآخرين. حبه للسكر يفوق كل أنواع الحب. عجيب أمر هذا الكائن، لقد حير أطباء العالم. أصبح قلبه ينبض بدل الدم قطر. إنه لا يعرف الخطر، مستعد ليضحي بحياته من أجل جرعة شوكولا. هو شخص لا يبالي بمشاعر الآخرين ولا يكترث لمعاناتهم. لم تنفع كل محاولات أهله للحد من إدمانه، أصبح الوضع لا يطاق. ولكن في يوم من الأيام حصلت المعجزة. بعد تلك الحادثة لم يعد إياد وحش الحلويات، أصبح كائنا بشريا عاديا يكتفي بتناول لوح شوكولا واحد يوميا ودون حاجة لأي مصدر آخر.